أعربت عن تفاؤلها بتحقيق نتيجة إيجابية ومن قلب القاهرة. كيف قلت احنا جد راضيين على المنتوج الكروي اللي قدموا الدفاع الحسن الجديدي طيلة هذا الموسم. بطبيعة الحال بعد الفوز بالكأس تأهلنا لهذا كأس الاتحاد الأفريقي، والحمد لله كيف شاف الجمهور بواحد السهولة تم تخطي ثلاث مراحل. الحمد لله احنا وصلنا دابا لواحد المرحلة متقدمة، ما عندنا ما نضيعوا. نازلوا نادي كالأهلي يا بطبيعة الحال محطة تاريخية بالنسبة لنا. الاستعدادات على ما يرام، حاولنا أن تكون ظروف ديال الإقامة في المستوى، الجانب التقني الإخوان في الإدارة التقنية واقفين على الأمور على ما يرام. كاين تفاؤل رغم كما كنقول الغيابات ديال الأهلي، الأهلي كيبقى فارق كبير. الدفاع الحسن الجديد تا هو عنده الكلمه ديالو، مقابله اللي ما غتكون سهله على الفريقين. كنتمنى غتكون كنتمنى نرجعوا بواحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله من 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 مثل ان شاء الله. من جهه اخرى، لا يبالي الشارع المصري كثيرا وخاصه